الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسعدني بالمشاركة مع زميلي العزيز الدكتور علي الزهراني أن نفتتح المؤتمر الرابع المشترك لمجلس التعاون الخليجي لمكافحة السرطان بالتعاون والمشاركة بين المركز الخليجي لمكافحة السرطان وبين الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان. إن هذا المؤتمر الحقيقة أول مؤتمر نمارسه ونتعود عليه عن طريق التباعد أو المحادثة عن بعد، وأتمنى أن يكون ناجحاً كما كان ناجحاً المؤتمرات السابقة، حيث أن هذا المؤتمر يعكس في الحقيقة إرادة العلماء والأطباء والباحثين في مجلس التعاون الخليجي وإصرارهم الكبير منذ فترة طويلة على التعاون من أجل إنشاء كيان يستطيع أن يقدم المؤتمر الخليجي أو أن يقدم ما يتعلق بالأمراض السرطانية بالصورة التي تعكس مدى التقدم الذي تعيش فيه دول مجلس التعاون الخليجي. إن الحقيقة أمراض السرطان والعناية بمرضى السرطان تحدي كبير جدا، وهذا التحدي ينعكس انعكاسا مهما جدا على تقدم الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون. ونحن إذ نتكلم في هذا العام عن علاقة مرضى السرطان ومرضى السرطان بالجائحة التي يمر بها العالم، في حقيقة الأمر نعكس الرقبة القوية والكبيرة للقائمين على الصحة في مجلس التعاون الخليجي لتقديم ما لديهم من خبرات قليلة مضت عليها شهور، حيث أن هذه الجائحة أول مرة تمر على العالم كله، وبالتالي لم يكن هناك سوابق ولم تكن هناك خبرات متراكمة في كل دول العالم حول مثل هذه الجائحة. فالكارثة التي مرت على العالم والتي كان من ضمنها مجلس التعاون الخليجي استطاعت أن تبني قدرات حقيقة، قدرات غير طبيعية وقدرات كبيرة وقدرات هائلة في شباب مجلس التعاون الخليجي للتصدي لهذه الظاهرة. نحن اليوم سوف نتكلم علماء من داخل مجلس التعاون الخليجي ومن خارج مجلس التعاون الخليجي، سوف يتكلمون عن ما وجدوه في هذه الجائحة وعن أفضل الطرق لتجنب مرضى السرطان أو للاستفادة من هذه الجائحة من أجل إيجاد دلائل إرشادية تفيد ليس فقط في هذه الجائحة بل أيضا تفيد ما سوف يكون في الكوارث القادمة. هذه الأمر في حقيقة الأمر يحتاج منا إلى أكثر من جهد، وربما تكون أو يكون هذا المؤتمر هو بداية هذا الجهد. مؤتمر يتكلم عن علاقة السرطان بالجوائح والكوارث وعلى ما نعيشه اليوم من جائحة كورونا التي تمر على العالم كله. نتمنى أن يكون المؤتمر ناجحاً كما نتوقع بإذن الله، ونتمنى أن تكون هناك مشاركات كبيرة في هذا المؤتمر حتى تعم الفائدة، وهذا هو الهدف الكبير الذي سعينا إليه في هذا المؤتمر. إن اللجنة التي قامت على إعداد هذا المؤتمر والتي تمثلت بخبرات خليجية من المركز الخليجي لمكافحة السرطان والاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، هذه اللجنة عملت منذ فترة طويلة على أن توفر لهذا المؤتمر كل سبل النجاح. اختارت أفضل من يستطيعون أن يتحدثوا عن هذا الموضوع، واختارت من يقوم بالتحدث عن التجارب الخليجية والتي سوف تكون في آخر يوم، التي واجهت كل دول الخليج وكيف استفادوا وكيف استطاعوا أن يضعوا كل على حدة أجلته الإرشادية. هذه اللجنة عملت كما ذكرت منذ فترة طويلة، وأتمنى أن يثمر ما عملوه نجاحا بإذن الله تعالى. إنني في حقيقة الأمر أتطلع ليس فقط للاستماع إلى المحاضرين والمحاضرات الذين أنا أثق بقدراتهم على إعطائنا فائدة كبيرة، بل أنني أيضا أتطلع إلى التوصيات التي سوف تنتج عن هذا المؤتمر، التوصيات التي سوف تكون إبداعية وجديدة، حيث أنها لأول مرة يقوم مجتمع خليجي بالتوصية على مثل هذه الكوارث التي أتمنى أن تستفيد منها كل دولة خليجية.
أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم وساعد وشارك وقدم خبراته وأفكاره لإنجاح هذا المؤتمر. ولا أنسى في هذه المبادرة أن أشكر دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة لوزرائهم والقائمين عليهم والذين ساندوا في حقيقة الأمر نشاط المركز الخليجي لمكافحة السرطان. هذا المركز الذي أدى كل تعاون مع الجهات غير الحكومية ممثلة بالاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان منذ فترة طويلة من أجل إنجاح اللقاءات العلمية في مجلس التعاون الخليجي. كل علماء الخليج وأطبائها المهتمين بأمراض السرطان كل سنة يتطلعون إلى هذا الاجتماع، ليس فقط ليقدموا خبراتهم بل أيضا ليستمعوا إلى الخبرات من جميع دول العالم فيتفاعلوا معها يفيدوا ويستفيدوا. أتمنى بإذن الله أن يكلل مجهودهم بالنجاح وأن يوفقهم الله إلى ما يحب وأرضى. وأنا أشكر جميع من ساهم وأشكر أيضا من سوف يتحدثون ومن سوف يستمعون، ونسأل الله التوفيق دائما وأبدا، والله الموفق، والحمد لله رب العالمين.